خلاص كده هنشوف هنشوف تمرين يكلمني في الكلام ده. مثلا التمرين انا عايز احله صفحة 24، شخص يودع في بنك اول كل شهر من شهور عام 2019. بصوا يا جماعه، اول كل شهر، والشهر ده معناه كام؟ واحد. يبقى النقطه الصغيره بكام؟ واحد. يبقى انا عندي اول كل شهر، اول دي معناها غير عاديه. يعني ايه ده يا دكتور؟ ده طالما قال لي اول خلاص بقى، مش هبص على اداء ولا غير عادي، كلمه اول وضحت القصه. كل شهر يعني بكام يا جماعه؟ واحد. قال لي اودع كل شهر من شهور عام 2019، 2019 دي يعني سنه. يبقى المده الكبيره ب 12 مش كده؟ ايوه. ثم طبعا بيودع كام؟ بيودع 2000 جنيه. وطالما قال لك لفظ كل يبقى بيكلمني في حاجه اسمها الدفعات، ادام لفظ كل. بيقول لي ايه بقى؟ ثم اصبح يودع تاني اخر كل شهرين. اروح انا عامل كده، بصوا لي هنا، اروح عامل كده. فاصل كده واقول له اخر كل شهرين. اخر دي يا حضرات يعني عاديه من صفر، وشهرين دي تبقى اثنين. وبرضو عن عام 2019 يعني المده الكبيره بشكل سنه بسنه يعني 12 شهر. اصبح كده التمرين بروحين، هشتغل دي الاول وبعدين اشتغل، هشتغل دي الاول وبعدين اشتغل. ازاي؟ عادي جدا، ولا كانك شايف ده في التمرين. خلص دي الاول وبعدين نتكلم في دي. فهنا يا جماعه المده الكبيره او عددها بتساوي 12 اللي هي السنه على واحد، يطلع معايا 12 المده الاولى والمده الاخيره. لاحظ معايا، هو قال لك هنا كلمه ايه يا جماعه؟ اول يعني انهي منطقه؟ يعني هكتب البسط هنا ب 12 والمقام هنا بكام؟ واحد. طب دي تولع دلوقتي، ماليش دعوه بيها. لما نخلص دي هنتكلم في دي. يبقى هنا هاجي بقول له جملة الدفعات بتساوي الدفعة ب 2000 جنيه في عددها 12. انهي 12؟ دي ولا دي؟ اللي بره، اللي بره المادة في 12 زائد 2000 في المعدل 10%. في 12 على 2 نفتح قوس 12 زائد 1 على 12، واعمل ايه على طول؟ على طول اول خطوه قبل ما اسيبها. طب وبعدين؟ 2000 في 12 ب 24000 جنيه. وبعدين ده في ده على ده في ده على ده في ده على ده يطلع معايا رقم كام؟ 1300 يطلع معايا 25000 وكام يا حضرتك؟ لو سالتك على الفايده بتاعت المرحله الاولى، الفايده بتاعت المرحله الاولى الفايده بتاعت المرحله كام؟ 1300. طيب ثانيا اقول له جمله دفعات اللي بعديها، اللي بعديها الجمله اللي بعديها بقى. تعال نتكلم في الناحيه الثانيه. 5000 الدفعه ب 5000 عددها 24 على 2 12 على 2 من شهور نفس السنه، من شهور نفس السنه. يعني هنا 12 على 2 فيها كام؟ الاولى والاخيره. الاخيره كام يا حضرات؟ 12 الأخيرة بصفر. 12 وهنا 12 ناقص 2 يطلع كام يا جماعة؟ 10. ليه هنا عملنا كده؟ عشان هو قال آخر كل عادية، آخر كل. رحت أنا بقول لك بسط ناقص مقام، فطرحت الاثنين من بعض، بسط ناقص مقام ادتنا 10 ودائما أبدا صفر. طيب ماشي نحل بقى هنا الناتج 5000 في عددها 6 زائد 5000 في 10 6 على 2 نفتح قوس 10 على 12. اهي تعالى يا بكر معايا؟ ده ب 30000 زائد ده في ده على ده في ده على ده في ده على ده طلع معايا ده كام؟ 1250. اجمع ده زائد ده تاني واحد 1250. هل التمرين خلص؟ لا. اسمعني
لما يكون عندك تمرين بروحين ركز في دي عشان مش عايز ارغي فيها كتير. لو عندي تمرين بروحين خد بالك هو التمرين كان شغال ميه واحده ولا عكس بعض؟ ده معنى ايداع وايداع ولا ايداع وسحب؟ ايداع وسحب الاثنين يبقى ده وده ده وده. لا هو ايداع التمرين صاروا كلها ايداع يودع ويودع. التمرين في ايدك وقلوبه بس يودع ويودع ايداع وايداع ايداعين عمل ايداعين يبقى اجمالي يبقى نجمعهم على بعض يساوي 25300 زائد 1350 اما اذا كان ايداع وسحب بالعقل اضرب ايداع وسحب يبقى بدل زائد اعمل ايه يا جماعه؟ ده اللي هيسالك عليه في التمرين هو اجمالي الدفعات اجمال الرصيد. طيب لو هو بقى سحب نعم لو هو هنا صح لو مش كله عادي جدا لو سحب وقطعت تطرح بس يبقى هي يا جماعه ده تطرح هي والله مش هنطرح مش هنطرح هيبقى طالب يا دكتور لو اخر خطوه بس مش مصدقاه مره حطه مره خطه كل حاجه زي حسب معدات التمرين لا كل الفكره في ايه؟ ايداع وايداع ولا ايداع وسحب زائد ولا ناقص ونفس المطلوب يا دكتور كل حاجه برضه اوجد رصيده في الاخر رصيد ازاي مش كل ايداع وايداع يبقى زائد ايداع وسحب انا فصل بالعقل انا بودع ورجعت اوجع ليا ما اكبر طب ايداع وسحب انت عايزه توصل للايه يبقى اخر خطوه بس ايه هيقول لك كده لا هيقول لك بقى يا جماعه لما بيجي يسالنا السؤال ده في الاخر يقول لك ايه لما يكون التمرين بروحين سؤاله بيكون كده فان رصيد هذا الشخص يكون او رصيد هذا الشخص لو ايداع وايداع رصيده اللي هو ده مجموع الاثنين طب ايداع وسحب برضه ده بس بعد عمليه الايه؟ هيطلب مني ايه عشان انا عارف والله اوجد رصيد هذا الشخص اوجد رصيد بس ولو قلنا برضه ايداع وايداع بنجمع وسحب وسحب مفيش مشكله بص لا يمكن وسحب وسحب ليه؟ بيطرحيهم لا اديني البند اللي انا هاخد منه سحب وسحب هيصفر رصيده بيطرح الاثنين بقى وكسب سحب ايداع وسحب ناقص ايداع وايداع جمع بس لكن الحاجه واحد طيب نيجي بقى على حاجه ثانيه نسمع لو سمحت نسمع لو سمحت ربنا يجعلنا من بتوع الايداع لازم تصرفي عشان تسمع انا هقول تمرين من دماغي واحنا نحله اكتب التمرين ده معايا اوضع شخص تمرين هو يا جماعه فيه ايداع وسحب هعمل لك تمرين فيه ايداع وسحب اوضع شخص تتكسر وارفع تاني اول كل شهر لمدة سنة مبلغ 2000 جنيه وأخذ يسحب مبلغ 200 جنيه منتصف كل شهر مين هيحل ده؟ مش انا هحل لا انا هحل منتصف كل شهر من نفس العام اذا كان معدل الفايده 12% سنوي احسب رصيده في نهاية السنة مش غالي قوي طيب الأول التمرين ده
بروحين ولا لا؟ خلاص نترجم ونشتغل كل منطقه لوحدها وبعدين نفصل. بس انا بشتغل هو انا عندي اذاعه واذاعه رسمه ولا اذاعه ساعه اشتغل عادي واخر خطوه من اجمع واجمع خلاص كده. طيب نتكلم في الموضوع الاولاني. الشق الاولاني او النص الاولاني بيتكلم ان هو شهر ومده سنه، يبقى عددها 12 على يطلع كام يا جماعه؟ 12. المده الاولى والمده السؤال السؤال المده الاولى والمده الاخيره، هو كان قال لك اول كل ولا اخر كل؟ اول كل يعني هنجمع البسط البسط والمقام، يعني 12 هنا واحد 13 خلاص كده. اما نيجي نحل بقى اما نيجي خلاص كده يا جماعه وضحت؟ تعالى انا انتوا بتحلوا ليه ورايا؟ انا مش عايز حد يحل ورايا، انا عايزك تحل الناس. جملة الإيداع، جملة الإيداع المبلغ كم؟ في عددها 12 زائد المعدل في عددها 16 المدة الأولى 12 هتدفع دول يبقوا كام؟ 13 ده في 24000 زائد حد يجمع لي دي أو حد يجرب دي؟ المرحلة الثانية كم بيسحب؟ بيسحب كم فلوس؟ 200 خليها 500. والله ما نزعلك أبدا. ده بس ده ياخدهم كلهم 1500 كل 15 يوم. قال لي في منتصف كل شهر. صبركم بقى بالله كده وركزوا علشان هنا استثناء. بياخد 1000 في الشهر. استثناء. استثناء ليه؟ هنا يا حضرات انا عندي الراجل بيروح منتصف كل شهر. يعني ايه منتصف كل شهر؟ يعني 15 منه مش كل 15 يوم. هناك فرق مهم قوي في الحته دي. هو كده بيسحب مره في الشهر. مره في الشهر. ثانيه مره في الشهر. كلمه منتصف الشهر كلمه مش كل نص شهر. يعني مش كل 15 يوم بيروح. كلمه منتصف الشهر يعني بيروح يوم 15 منه. خبط على بالك كده وقول انا جاي عايز منك فلوس او عايز اودع فلوس. يبقى كلمه منتصف دي معناها يوم 15 يعني نص الشهر. السنه بقى فيها كم 12 كم مره نص الشهر؟ 12 مره. 12 مره صفى المسافه خلاص كده؟ لا بصوا بقى احنا عندنا النتيجه الورقيه. النتيجه الورقيه كل شهر في من اول يوم واحد لغايه يوم 30 او 31. لو انا اديت لك الرزمه دي كده وقلت لك ناوليني من كل منها كلها كل يوم 15 كل يوم 15 يناير هتديني ورقه 15 يناير 15 يعني اديني في الاخر كام ورقه المحصله؟ حد معترض على ده؟ حلو قوي. يبقى هنا يا حضرات المده او عددها اسف عددها بتساوي 12 مره بدون ما اقول مين على مين مش هقول كده. خلاص كده؟ نيجي بقى المده الاولى والمده الاخيره. ركزوا معايا الله يبارك لكم. اول منتصف شهر قبله في السنه. اول منتصف شهر قبله في السنه يبقى منتصف ايه؟ 12 يناير. يناير. معلش لا ما هو خلاص دي بقى كان زمان خلصت من بدري. ما لو خلاص دي كان زمان حليتها من ثلاث ايام. لو جات لك 22 في الشهر. كلمه دي. نص من اخر الشهر يعني نص يوم 15 من اخر الشهر هو يوم كام؟ 30 او 31 يعني الفرق يطلع كام؟ ال 15 ده عباره عن قد ايه؟ يبقى نص زائد 11 الدخل كام؟ 11 ونص. انا هكتبه نص كده بالعربي. اه والله بالعربي بالانجليزي موافق. يعني خلاص كده؟ طيب نيجي للاخيره بنقول ادي اخر 12 برضه من نص 12 12 من 12 طارت. اه
صفر يعني نص من الاخر نص بقى نص بقى يبقى دي نص بقى بس خلاص بقى طب ناخد قاعده بقى مهمه جدا خلصنا الشرح اهو اجي بقى اللي انت عايزاه بقى صرفوا اللي بس خلص الثانيه واحده ثانيه يا حضرات دائما وابدا طالما بيتكلم على منتصف مفيش حاجه اسمها 22 ولا 21 ولا 19 منتصف قال لي نص منتصف بس وقت ما يقول لي منتصف يا جماعه هغمض عينيا اخر حاجه دائما وابدا خلاص كده اخر واحده ونص طب ودي لو سنه يبقى 11 ونص لو سنتين يبقى 23 ونص طب لو 3 سنين يبقى 35 ونص يعني النص ده ثابت ما كانش فكره وخلاصه الكلام اكتر بقى اكتر بقى ان مجموع الاثنين دول مع بعض يعني دول مع بعض لو سنه يبقى 12 شهر دول مع بعض لو سنتين يبقى 24 شهر دول مع بعض لو 3 سنين يبقى 36 شهر مش هعرف اقول لكم حاجه طيب تعالوا نكمل حل التمرين بس الاول اروح اعمل كده جمله السحبه جمله السحبه بتساوي هو كان بيسحب 500 جنيه سحبهم ها 12 مره زائد 500 كمان مره في 12 على 100 المعدل في 12 على 2 افتح قوس 11 ونص زائد نص على 12 دي كام 12 واحنا كده واحد كان 500 بس كان في ناس في صح صح يعني عاديه مش من جابها لك 12 منين الكلام ده كلامك مظبوط لو انا ما قلتش منتصف يعني معنى ان منتصف كده خلاص منتصف جبت هو منتصف كنت على اول الشهر طيب طب منتصف دي معناها اخر الشهر طيب ولا في النص؟ حاجه خطر عشان تاخد القاعده لوحدها. خلاص كده؟ طيب جينا هنا يا حضرات نطلع الناتج فيها 6000. يا سارة احنا تحت نطرح. هنا طبعا حد هقول لك الناتج كام على طول؟ 12 على 2 ايه يا دكتور؟ افندم 66 3000 جنيه. دي ثابتة. 300 جنيه 300 جنيه. بعد كده اطلع معايا كده يا جماعة. 6000 و 300 جنيه هو انا بس هنا منتصف الشهر دي اللي بديت جمله اللي تحت الفين كام احنا حسبنا الفايده اهي 25,540 ناقص انا انت ليه رابطه الاثنين ببعض؟ منتصف دي اجمالك في ايداع اجمالك في سحب اجمالك في ساندوتش مالهاش دعوه بحاجه يا ما تربطيش ان المنتصف دي بتاعه ايه؟ منتصف بتاعه المنتصف كان بقى لك عليها في التمرين ايداع قال لك سحب فرق معاك المهم ان كده المنتصف يعني 11 ونص ونص عسل طيب ما هو لما بتعصب بيه يعني زود عليها 25 نعم يعني ممكن اسالها كانها ايداع زي يعني هي كانها ايداع نفع حضور استنى واحده يا جماعه اسمع معايا يا جماعه بص انا عملت سحب ده كده والبنطلون واعد خلاص حتى لو ان انت انا اتفقت معاك ده مش امتحان وما تكررش السنه دي مش مقرر عليكم الحمد لله يعني السنه دي خالص بس انتوا لو فهمتوا هيفيدنا الكلام ده قدام شويه في حاجه ثانيه هنشوفها لكن الاهم من ده ان انا لعبتنا بالكلام ان انا نتعلم سوا ازاي نتعلم يعني نتعلم سوا ازاي يا هاشم في عايز اخد ال 100 جنيه مفيش فلوس اصلا بصوا حضرتك كان في مؤتمر في 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 بتاع ده قاعه المؤتمرات كان حضر الوزير وبعدين خدت الكلمه انا اعتراضي كل الموضوع يا جماعه طبعا الانظمه اللي بتتعمل والقوانين ده كله طبعا موضوع التابلت ده شيء هايل والنظام التعليمي الجديد شيء هايل وكل حاجه بس للاسف شديد يعني انا مثلا عندي حاليا انا عندي ولد في الجامعه وعندي ولد سنه في ثانوي مش عارف يعمل ايه
يعني مش عارف يعمل ايه يعني هو ولا هو مين على ايه بيحضر كورسات يا دكتور ويخش الامتحان بالكتاب هو اصلا ما عرفش يعمل ايه هم يا خلاصه الكلام خلاصه الكلام دكتور انت هتظبط يعمل ايه هقول لكم يعمل ايه بس انا يعني مش موضوعنا لكن انا اللي كان كل همي واللي قلت للوزير ساعتها في المؤتمر بتاع طارق شوقي كان مش كنت بلغتك رساله المهم يا جماعه القصه كلها في ايه ان انا قلت له يا دكتور كل اللي بتعمله حاجه جميله جدا ومنظومه جميله جدا بس للاسف الشديد انتوا ما عندكوش النهضه ازاي تتعلم انتوا ما عندكمش ازاي تتعلم انت الاول علمهم ازاي يتعلموا عشان يعرف يتعلم ده غرضي من التمرين الموضوع ده ببساطه شديده جدا التمرين عندي شغال مرحلتين المرحله الاولى المرحله الثانيه 2020 هنا كان في إباع وهنا كان في سقف انا هتكلم على دي الاول السحب هنا كان كل شهرين ايوه كده دي سنه يعني عددها المده بالكامل 12 على 2 بس عدد الكامل معايا المده الاولى والمده الاخيره طبعا دي عباره عن 12 ناقص 2 يطلع 10 ودي كامل معايا كلكم حليتوا دي مظبوطه كلها الازمه مش في دي الازمه في الاول ما تنسوش ان الراجل سالكم او نهايه الكلام قال لكم اوجدوا رصيد هذا الشخص في نهايه 2020 يا سلام انا عايز احسب يعني 24 دي كان اول هو هنا كان اول كل شهر ولا كان ايه اول شهر تمام شهريا يعني اول كل شهر كل شهر بص يا جماعه الطبيعي كنا بنعمل ايه الطبيعي كنا بنعمل ايه كنا بنقول على ده 12 على 1 يطلع 12 والله انا موافق طب المده الاولى 12 اللي اول والمده الاخيره 1 موافق طبعا بس انا موافق لغايه هنا لو كان الموضوع قال لك احسب في نهايه 2019 هو الراجل قال لك احسب في نهايه 2019 لا 20 ولا في 2020 يعني بعد ما تخلص دول شوف المده اللي باقيه لك قد ايه المده اللي باقيه لك قد ايه يا حضرات سنه كام شهر 12 شابولي ولا لا؟ شابولي 24؟ ليه بقى يا حبيبي؟ انت حضرتك حسبت كده واحد واحد صح؟ من هنا لهنا 12 شهر صح؟ بس هو الراجل عايزك تحسب لغاية هنا ولا كمل لغاية الأخامة؟ يعني لغاية فين؟ سنة تانية يعني 12 دول ومعاهم 12 تانيين يعني كام؟ 24 ايوه ولا لا؟ تمام 20 حاضر صبري بالله مش مهم بس انت سايبهم في البنك ولا لا؟ هو انت لما تحطه في سنه 2019 طب انت وتسيبيهم لغايه نهايه 2020 البنك مش بيديك فوائد عليهم ولا لا؟ مش كده؟ ايوه تمام ما قاليش ليه بقى في التمرين؟ ما قاليش ليه؟ هيقول لك انا هطلع لك خلي بالك وتسيبهم كده هيديك منهم ايه؟ انت كمان يا دكتور قلت لما يدينا تاريخ اول وتاريخ ثاني نجمعهم على بعض يا فندم انا لسه ماليش دعوه بالجامعه دلوقتي انت قلت كده في هعمل كده بس لسه ما جاتش دور دي نيجي هنا هنا يا جماعه 1 12 مش اخر واحد كان 1 12 من هنا لهنا قد ايه؟ شهر اهو 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 شهر بس هو عايز يحسب لغايه نهايه هنا؟ ولا عايز يحسب لغايه هنا؟ لغايه هنا يعني مع الشهر ده كمان هيضيف نقطه قد ايه؟ 12 شهر زياده يبقى اصبح يا جماعه المده الاولى هنا 24 المده هنا كمان انا قلت لك مره 12 ومره كل اللي حل صح؟ حل دي صح؟ الأولى حل دي صح؟ أيوه وحل دي صح؟ اه حل الثالثة هي قصة ببساطة شديدة جدا حط نفسك مكان التمرين كأنك واحد فعلا بيعمل الموضوع ده في البنك أنا رحت 2019 تعمل إيداع 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 هل في نهاية 2019 خدت فلوسك ومشيت؟ لا سبتها في البنك لمدة سنة كمان زيادة هو البنك أه صحيح مش هتصدق فلوس يعني مش هتفضل تدفع هنا انت اخرك دفعت هنا بدليل انت دفعت كام دفعه بس؟ 12 مش 24 دفعه انت دفعت فعلا 12 دفعه ولكن المده اللي باقيه دي مش ليك فوائد بتاخدها من البنك؟ ايوه عشان كده لما اجي احل بقى انا هعمل كده جمله الايداع المبلغ كان كام يا جماعه الاولاني؟ 5000 في عددها 12 زائد 5000 في المعدل 12 على 100 في المده 12 على 2 في المده الاولى والأخيرة يبقى 24 زائد 13 على 12 مجموع دول 37 بالآلة الحاسبة ده في ده 60,000 زائد يا جماعة ده في ده على ده في ده على ده في ده على ده يطلع لي الرقم 63,900 كم؟ 63,900
جمع كله نطلع 63 ألف وكام يا جماعة؟ جملة خلاص كده؟ نيجي بعد كده جملة السحب. والله أنا كنت عندي كده وحاسبة على الدكتور أنا جدا بس مش حاسبة على الدنيا دي. أنا حاسب دلوقتي بس المصطفى إيه ياخد أصلا؟ فرحانين قوي على المصطفى. حد ضربني دول يا جماعة. حد ضربني. طيب جملة السحب، السحب كان كام يا حضرات؟ 2000 جنيه في كم مره؟ زائد 2000 جنيه في 12 على 100 في عددهم 6 على 2 نفتح قوس 10 زائد 0 على 11100 دي شفتوا بقى 11100 يبقى 71100. طيب نيجي هنا يا حضرات 12000 جنيه زائد طبعا جمعنا عندنا 10 ده على ده على ده على ده يطلع كام؟ 72700 7200 باين ده مش باين على قد ما لسه كان اشتغل بصي وسالته لما يجي لي في وسط اول المده يطلع معايا الناتج 12600 هو بقى رصيد الشخص في نهايه 2020 كان بيعمل ايداع 71100 يا بسمه صح ايداع وايداع ولا ايداع وسحب سحب يبقى تخلي دي ايه ناقص اطلع الاثنين اللي فاتوا ميزاتي ضربت احسن يا بس والله ميزاتي ضربت يبقى حضرتك احنا بنتكلم هنا عندنا المده بالكامل بتتحسب في المده الاولى ال 80 ده قلنا عليه مش مقرر عليكم السنه دي ولكن ولكن عايزكم تكونوا مميزين بيه اعرفوا ان لو عندي مده ممتده بتضاف الكلام ده هنحتاجه جدا محاضره يعني مش مقرره في الدفعات مقرره في حته كده في الدكتور بس انت بقى هتجاوب على سؤالي لا لو في غير عاديه دي ايداع اول ولو جالي في نص الشهر يعني لو جيت الاول او دع في نصف الشهر دي اعتبرها غير عاديه سمعتي كلمه نص الشهر سمعتيها لا ليك دعوه بعاديه ولا ليك دعوه بغير عاديه ليك دعوه بالنص يعني ايه 11 ونص زائد نص بس 4 23 ونص زائد نص هذا لوحدها لا ليها دعوه باول ولا اخر ولا اخر النص نص حتى لو في الايداع حتى لو في العفريت مش فاهم ايه هي كيمياء انا بقول ماليش دعوه على ده اهو هتعوض بيها فين يعني انت قلت يعني تعصب انت يا محمد ما عندناش دعوه يا حلو الكلام ده قال لك منتصف ولا مفيش منتصف؟ قال لي منتصف سنه ولا سنتين؟ سنه ايوه بصي سنه خالص زي 11 بص اهو اللي هو على 12 ده 11 ونص زائد يعني اعملها غير عاديه برضو ولا عاديه